السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. تركي آل الشيخ يعود ويضرب من جديد. سامحوني، أنا مش عاوز أطلع بدور إن أنا شمتان في مجلس إدارة النادي الأهلي، لا عمري. مش عاوز أطلع بوجه إن أنا نصحت كتير واتكلمت كتير ودلوقتي أنا بقول لو كانوا سمعوا كلامي، عمري ما هقول الكلام ده. أنا في ظهر الكابتن محمود الخطيب وفي ظهر مجلس إدارة النادي الأهلي. تركي آل الشيخ بيهاجم مجلس إدارة النادي الأهلي وبيقول الباب اللي يجيلك منه روح سد واستريح. تركي آل الشيخ بيقول انا حاولت معاهم لكن انتم مش عاوزين بقى مصلحه النادي، بيقول على الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. تصدقوا؟ هتصدقوا ان شاء الله. انا بقالي 3 ايام بفكر عايز اتكلم عن تركي آل الشيخ بس بطريقه مش هجوم عليه، لا بالعكس، في صيغه نصيحه لتركي آل الشيخ. والله والله بقالي 3 ايام بفكر عايز اتكلم يعني كمشجع للنادي الاهلي، لكن عمال اجيبها يمين شمال كده كده انت هتتهاجم، يعني عليا انا كده كده انت هتتهاجم. لو اتكلمت انت انا هتكلم لمصلحه النادي الاهلي. لو اتكلمت بعض من اتباع نادي الزمالك يقول لك انت بتطبل لتركي آل الشيخ، لكن كنت عاوز اتكلم في مواضيع مهمه، اولها ومنها اللي هيحصل ده او اللي حصل ده. اوعى تخش في صدام، كان كلامي يعني مجموعه من النصائح كده لتركي آل الشيخ، سمعها سمعها ما سمعهاش هو صاحب الشأن، هو حر يعني. أنا محب للنادي الأهلي وحابب مصلحة النادي الأهلي، وتركي آل الشيخ هيستفيد برضه. بمعنى إن تركي آل الشيخ أوعى تخش في صدام النادي مع مجلس إدارة النادي الأهلي لأنك هتخسر، مش مع محمود الخطيب النجم الأسطورة بس، ده الخطيب عنده شعبية جارفة وهنتجاوز، ولو خطأ وغلط وبتاع مفيش، ما عندنا مشكلة. أنا واحد من الناس كده، واحد من جمهور، أنا كده مش هعمم ولا هتكلم بالسماح عليك، أنا واحد من الناس. لو أخطأ الخطيب كلنا في ظهر الخطيب. فما بالك بقى احنا بقول لك لو اي حد في مجلس اداره النادي الاهلي، لو اي حد غير الخطيب، كلنا في ظهر مجلس اداره النادي الاهلي، كلنا في ظهر الكيان، لان المجلس الاداره هو بيمثل الكيان. فمع احترامنا لتركي آل الشيخ، انت راجل محب، انت راجل مستثمر، هتروح في 10 غيرك هيجوا، في 20 غيرك هيجوا، هتروح وكلنا هنروح وسيظل النادي الاهلي هو اللي باقي. فاوعى تخسر وتهاجم مجلس. والله ان الكلام ده كنت عاوز اقوله من 3 ايام لتركي آل الشيخ. اوعى تتكلم بطريقه غير جيده عن مجلس ده. انا عارف ان انت مفيش حد بيدفع حاجه ببلاش، لكن زي ما خالد الدرندلي عضو مجلس امين صندوق في النادي الاهلي اتكلم عنك مع احمد شوبير بطريقه لائقه لما سمحت الظروف، فانت هتاخد حقك. اوعى تستعجل لما تعمل حاجه للنادي الاهلي، اولها لما تقدم دعم للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان موجود قبلك وما هيفضل موجود بعدك، لكن لما تقدم دعم للنادي الاهلي بكل تاكيد ده شيء مفيد للنادي الاهلي، النادي الاهلي هيستفيد. لكن هل النادي الاهلي هو المستفيد الاكبر؟ لا، تركي آل الشيخ هو المستفيد الاكبر. ليه؟ تركي آل الشيخ لما اسمك يرتبط باسم النادي الاهلي في مناسبه ما، لما مثلا عملت اي شيء، عملت مبنى، عملت ساهمت في كذا وكذا، لما نيجي نفتتح المبنى ده نقول الله اللي ساهم. النادي الاهلي وجمهور ومجلس ادارته جمهور اصيل ومجلس اداره اصيل، بيعطي كل ذي حق حقه، مش هياكل حقك ولا هيبخس حقك. زي ما قلت ان خالد الدرندلي اتكلم وقال ان مشروع استاد النادي الاهلي المدينه الرياضيه والكلام ده كله، تركي آل الشيخ كان ماشي وكان عامل معانا وبنشكره هيجي وقت الناس هتشكرك. فانت كده مستفيد، النادي الاهلي بيرفع اسهمك. دي الحاجة، الحاجة التانية زي ما قلت لك هاجمت مجلس إدارة النادي الأهلي أنت الخسران. اوعى تفكر إن جمهور النادي الأهلي هيمسك فيك ويقول لك اوعى تسيبنا يا أبو ناصر. الحاجة التالتة والأهم، في المجال اللي إحنا فيه حاجة اسمها نفاق. النفاق في ناس ممكن تواجهك بمزاياك وعيوبك في وشك، وفي ناس تانية ممكن تخبي العيوب عنك وتحاول تضحك في وشك أو تقول لك إن أنت أجمل واحد في الكون، أحسن واحد في الكون، أفضل أخلاق في الكون، وارد جدا. في عندنا إحنا مثل عندنا في الكرة مثل الناس كلها عارفة يعني، العمدة الكلب بتاع العمدة مات، البلد كلها راحت تعزي العمدة في الكلب بتاع العمدة. لا
لكن العمدة لما مات ما حدش راح يعزي فيه. ليه؟ ما هو كانوا بيروحوا نفاقا علشان خاطر العمدة. فتركي آل الشيخ بقى يعني الفترة اللي انت موجود فيها هتسمع كلامه احلى كلامه وميت فل والكلام ده كله، لكن التقييم الحقيقي، التقييم الحقيقي بيجي بعد فترة من الزمن لما يكون المصلحة انتهت، ما فيش مصلحة تربطك ما بينك وبين الناس. انا مش عايز اقول لك لكل الناس اللي بتتكلم عنك بشكل جيد ممكن تكون بتنافقك، لا، في منهم يكون عارفك عن قرب قريب منك فاهم شخصيتك ممكن بيتكلم. الحاجة التاريخ هيكتب بقى هل هيذكرك بشكل جيد في الفترة ارتباطك بالرياضة في مصر، هيتكلم عنك بشكل جيد ولا هيتكلم بشكل سلبي. خلينا نشوف يعني بعد عمر طويل يدينا ويدينا ويديك طول عمر ما تخلص، ما فيش حاجة مش مستني منك حاجة، أو اللي هيقيم أو يكتب التاريخ مش مستني منك حاجة، لأنك أنت هتكون ما بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الأهم بالنسبة للشعب المصري، بالنسبة للشعب المصري، احنا عندنا بفضل الله كرامة، الحمد لله رب العالمين كرامة، ودي أهم حاجة. سيبك من قصة الناس وعلى قد حالها وفقر وبسطة، لكن في كرامة. ليه أنا بقول الكلام ده؟ في ناس كتير جدا بتتضايق من حوارك وطريقة وأسلوب كلامك مع الناس. يعني مثلا أنت عندك 40 سنة، واحد زي أحمد شوبير عنده 56 سنة أو داخل على 60 سنة، يعني ممكن، أو الخطيب ما تيجي الخطيب بيتكلم عنه الكابتن الخطيب ده شيء جيد، لكن بتكلم عن احمد شوبير او فلان بتقول يا احمد يا فلان يا مش عارف ايه الكلام، وانت وجها لوجه بتكلمه، حاجه اسمها استاذ احمد، في حاجه يا كابتن احمد، في مش فرق السن. سيبك من الفلوس، انت معاك فلوس هو ما معهوش فلوس، سيب القصه دي مالهاش، احنا عندنا في حاجه اسمها احترام، دي حاجه. الحاجه الثالثه، انا لما واحد ناس شفت الشكل او المنظر بتاع تكسيرك للشاشه وانت بتلعب مباراه البلاي ستيشن الخيريه مع رئيس نادي النصر تقريبا، اتضايقت. يا استاذ تركي يا مستشار، الناس لحظات الغضب دي الناس بتحاول تخفيها ما بتظهرش. يعني النهارده في ناس شخصيات عامه لما يكونوا منفعلين بيكسروا حاجه زي كده، لا ما تظهرش للعام للناس، عشان دي بتقلل مش بتزود من الشخصيه، ثم انها ما فيش فيها تقدير للشخص اللي قاعد معاك كان بيلعب معاك. يعني انا اكون قاعد مع حد بيلعب معايا بلاي ستيشن وفجاه الشخص اللي قاعد جنبي يقوم يكسر البتاع اللي انا بلعب فيها، هل هذا يليق؟ ده انت تقليل، انت بت يعني بتقلل من الشخص اللي قاعد معاك، مفيش تقدير خالص للراجل ده، وجهه نظري. كل الاشياء دي يا استاذ تركي، يا سياده المستشار تركي، بتاخذ منك مش بتضيف لك. دي كانت مجموعه من النصايح عاوز انصحها لك، لكن ما جاتش مناسبه الثلاث اربع ايام اللي انا عمال افكر فيهم. طب هيبقى الكلام مفيد، طب ايه فايدته، طب ايه وجهه يعني وجود ان انا اتكلم فيه في التوقيت من 3 4 ايام، لكن انا قلتهم بقى دلوقتي الحمد لله في السياق اللي انا هقوله لحضراتكم. التويته اللي قالها تركي آل الشيخ اللي اعتقد حضراتكم قريتوها وشفتوها، وانا اتكلمت كتير فيها لدرجه ان بعض من حضراتكم بقى بيزعل مني، وبعض من حضراتكم بيقول لك لا كده ما ينفعش، مش عايزين الناس تتدخل وفتنه ما بينك. وانا اكدت مره واثنين وثلاثه وعشره ان الخلافات اللي فاتت ما بين تركي آل الشيخ والنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي مش هتكون الاخيره، وهتبقى في خلافات كتيره. ولما اتكلمت عن الرئاسه الشرفيه لتركي آل الشيخ وقلت انا واحد من الناس بقول اهلا وسهلا بيها، في ناس زعلت، في ناس مش عارف، يا جماعه لازم قرار حاسم، يا جماعه الكلام ده ما ينفعش، يا جماعه احنا مش بنهزر، يا جماعه احنا النادي الاهلي، يا جماعه انا عايز استعان. شوف تركي آل الشيخ كتب وقال ايه، يعني قال لك اذا كان القرار بيد اداره مش عاوزه مصلحه النادي، يعني اداره النادي الاهلي، اذا كان القرار بايديهم وهم مش عايزين مصلحه، هو تركي آل الشيخ شايف ان الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي مش عاوزين مصلحه النادي الاهلي، هو تركي آل الشيخ هو اللي عايز مصلحه النادي الاهلي. قال لك وبيعطوا اي حاجه وبيعطلوا اي حاجه تصب في مصلحه النادي. من وجهه نظرك انت شايف ان دي مصلحه النادي، هم من وجهه نظرهم الاهم من وجهه نظرهم النادي الاهلي اللي هم شايفينه الصح، لان هم شايفين الصوره كامله، شايفين ان اي ان اللي هم رافضين مش بيصبوا في مصلحه النادي، لكن بيعطلوا اي حاجه تصب في مصلحه النادي. وصبرت عليها كتير، تركي آل الشيخ صبر على مجلس اداره النادي الاهلي كتير، بس واضح انهم مش هيتغيروا في حاجه. وهو الراجل يئس بقى من الخطيب ومجلس الاداره، قال لك الحمد لله عندي نادي في اوروبا والباب اللي يجي لك منه ريح سد وسريح. كلمه الحمد لله عندي نادي في اوروبا والباب يجي لك منه ريح وسد وسريح بتفكرني بجمله وعبد الله فرغالي في فيلم الشقة من حق الزوجة، لما كان الموظفين بيتزهقوا وكل شوية يقول لك مش عارف، يقول لك لا اقعد فاكرين ان انا قاعد على المرتب،
ده انا اقدم استقالتي واروح اقعد احط رجل على رجل والم ايرادات العماره بتاعتي وتجيب لي مش عارف ايه. هو فكرني بالقصه، لكن انا اوجع دماغي ليه؟ الباب جاي، انا عندي نادي في اوروبا اعمل حاجه اروح. هو قال لك لغايه ما يجي رجال يقدروا الرجال، يعني تركي آل الشيخ شايف ان الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي لا يقدروا الرجال. انا مش هعلق لان انا تعبت من التعليق، والله مهجوما على تركي آل الشيخ، لكن يا جماعه مش عيب ان احنا نقول كميه الراجل ده مش راكبه على كميتنا. كميه تركي آل الشيخ مش راكبه على كميه الخطيب وكميه مجلس اداره النادي الاهلي الحالي او كميه جماهير النادي الاهلي، مش عيب والله. ولا تقليلا من تركي آل الشيخ، ولا هجوما من على تركي آل الشيخ، ولا اي يحمل اي اساءه لتركي آل الشيخ. انت النهارده في زي ما بنقول في مدرب قوي، مارتن يون مدرب قوي جدا، سي في عالي جدا، ليه ما تاقلمش مع النادي الاهلي؟ لو جبت مورينيو جوارديولا اعلى مدرب مش كميته ما تمشيش معاه. تركي آل الشيخ كذلك. هل لما كلمه جوارديولا او مورينيو ما تمشيش معاه نقول ان الناس ديت لا وحشين او لا؟ ما فيش اي سبب يا حبيب قلبي، انت محب اهلا وسهلا، انت واحد من الجمهور اهلا وسهلا خلاص. وانت بتقول ان سيد جيله ريحه سيد المستريح، واتمنى ان مجلس اداره النادي الاهلي ما يزعلوش منه. يعني اذا كان هم متمسكين بتركي آل الشيخ عليهم بقى ان يتكلموا ويحلوا القصه في غرف غرف مغلقه. مش كل ما ده احنا هنسمع دلوقتي افيهات وحاجات على السوشيال ميديا من جماهير نادي الزمالك مش هنخلص منها، احنا في غنى عن القصه. ثم انا عايز افهم سؤال لتركي آل الشيخ، مع احترامنا ليه يعني، انا ما بحترمه، ما انا مفيش بينه وبينه اي شيء يعني، لما ان بعض الناس بدات تصدر ان انت بتكرهه وفي حاجه بينك وبينه شخص ما اعرفوش شخصيا، لكن انا بسال سؤال دلوقتي، هل اللي انت بتتكلم فيه ده الدنيا واقفه في كورونا ومفيش حد عارف يقابل حد ولا حد عارف يسافر ولا حد عارف يروح، هل في ده وقته ان احنا نعمل ده؟ الدنيا واقفه بقى لها 3 شهور، من شهر مارس احنا في شهر 5 و6 هيبدا اهوت، الدنيا واقفه مفيش اي حاجه. ايه المصالح؟ ايه ده الناس ما انتخى نايمه في ايه اللي يستدعي الكلام اللي انت بتقوله ده بقى دلوقتي في هذا التوقيت؟ يعني انا مش فاهم والله. يعني مستني ارائكم حوالين القصه دي، وشكرا على حسن متابعه حضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.